طيب تعالوا بقى الملف اللي اسمه second ده نفتحه علشان نكتب فيه بيانات. يعني انا هكتب جوه الملف تكست باستخدام الكود. زي ما اتفقنا جوجل مش بتعتمد على اسم الملف، بتعتمد على الهاش او الاي دي. فانا هفتح الملف اللي انا عايز اعدله وليكن second، في سطر كبير هنا اهو ظاهر بعد الدي وقبل الايديت. ده الهاش ده او الكود ده كنترول سي هو اللي بيحدد الملف. تعالوا نخليه في النوت باد كده، خلاص انا مش عايز الملف ده في حاجه، انا عايز صفحه الاكواد. تعالوا نرجعها تاني جوه ال. طيب تعالوا نعمل فانكشن تاني. وليكن هنسميها add some text. ده اي اسم فانا من حق اكتبه small او capital مش مشكلة، المهم ان انا لو استخدمته تاني هستخدمه بنفس الطريقة. بعد اي function name لازم قوسين، عشان لو الفانكشن دي محتاجة معلومات بكتبها بين القوسين. بعدين بعمل curly brackets واقفله، قوس اللي هو المموج ده. هعمل variable وليكن برضه اسميه x، ما عنديش مشكلة، دي function جديدة. الفاريبل ده هيروح للدوكيمنت اب، زي ما انتم واخدين بالكم دوكيمنت اب اول حرف في كل كلمه كابيتال دوت اوبن باي اي دي. خلاص احنا عرفنا ان الميثود بتبدا بسمول، يبقى اوبن باي اي دي. اوبن اولها سمول كلمه جديده، باي يبقى اولها كابيتال، اي دي كلمه جديده يبقى اولها كابيتال. هفتح قوس وان كوت احط الاي دي، وان كوت واقفل. يبقى انا خليت فيرست اب الابلكيشن دي هتروح تفتح ملف بالاي دي. طب بعد ما تفتح تعمل ايه؟ هعمل فاريبل تاني علشان اشوف الملف ده جواه حاجه ولا لا. الفاريبل الجديد هيعتمد على الدوكيمنت اللي اتفتحت، فهو يعتمد على اكس دوت جيت بادي. نفس الكلام، خلاص احنا عرفنا دي ميثود اول كلمه الحرف سمول اللي بعديها الحرف كابيتال. هفتح قوس واقفله، انا مش محتاج اي حاجه جوه القوس. سيمي كولن، كل سطر في الجافا سكريبت بيكتب سيمي كولن. يبقى انا دلوقتي رحت شفت الملف، فتحت الملف. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ واي اللي هو واي عباره عن ايه؟ عباره عن الكلام اللي كان جوه المستند دوت ابند باراجراف. عشان اتاكد من السبيلنج باراجراف، وافتح قوس واكتب سم نيو تكست. معلش وان كوت مش تو كوت، عشان انا جاي من فيجوال بيزك. ونقفل قوس سيمي كولن. طيب هنا عندي كل الفانكشن في الملف بتظهر في قائمه. في القائمه دي بتظهر كل الفانكشن اللي عندي. انا دلوقتي عايز اشغل فانكشن اللي اسمها اد سام تكست، فاختارها من هنا واعمل ديباج. ليه بعمل ديباج مش بعمل ران؟ عشان لو في ايرور زي كده يظهر. دوكيمنت اب از نوت لو فايند ان لاين 9. طيب هو الغلطه طبعا للاسف في السبيلنج، هي دوكيمنت معلش دي او سي يو. طيب ديباج كمان مره، خلاص كده الفانكشن شغاله. تعالوا نتاكد. ادي الملف اللي اسمه سكند اللي خدنا الاي دي بتاعه. ايوه فعلا سام تكست اهو. يبقى نقفل ده. يبقى انا ممكن اعمل ران للفانكشن دي كام مره؟ تعالوا نجرب كده. طيب هي ليه بتضيف؟ لان انا استخدمت هنا ايه ابند. طب تعالوا نجرب عربي، ودي فعلا اول تجربه، انا ما جربتش عربي مع نفسي، يعني انا هجرب معاكم دلوقتي. بسم الله. وقدر كمان يضيف اللغه العربيه. يبقى انا دلوقتي قدرت اعمل ايه؟ قدرت بالكود افتح الملف باستخدام الاي دي، وشفنا الاي دي بناخده ازاي. قدرت
ابني متغير يشيل الملف، بعدين متغير تاني يشيل محتوى الملف، بعدين متغير تالت يضيف لمحتوى الملف.